لا شكرا للجريده ديالكم سلطانه على هذه الدعوه وعلى هذه الاستضافه هذه. نتمنى من الله سبحانه وتعالى اننا نكونوا خفيفين الظل على الناس اللي متتبعين القناه ديالكم. وقيل مسايق الدنيا اخبار وراه سيدي كيمشيو اسبانيا ولا فرنسا يدوزو رمضان، راه ولات عاده. هو الجمهور المغربي ما عمرو كان متنكر الدراما المغربيه، كان دائما وفي المشاهده ديال الدراما المغربيه، وخير دليل هو انه مجموعه ديال المسلسلات اللي دارت مؤخرا ودارت واحد نسبه المشاهده عاليه. ماشي معنى هذا انه مشاهده عاليه ديال داكشي ديال الحساب ديال سميتو، ولكن مشاهده فعليه. وزعما عجبكم الحال انا جاي نبيستيو كنصح الكار حقيقيه، معنى هذا على انه المواطن المغربي رغم الظروف ورغم كورونا ورغم كل هذا يعني كي كي كيتبع. واللي جينا نشوفوا على ان هذه هي الظرفيه اللي خصنا نهضوا بهذا المجال الفني، لان المواطن كنقولوا ليه بقى في الدار جلس ما تخرجش، وهذا وعلى الاقل نعطيه شي حاجه اللي نرفعوا عليه هذا ويعيش معنا واحد على الاقل واحد السويعات اللي يمكن يستافد منها. دابا المشكل من قبل كان الاعلام مبني على الخبر الحقيقي، مبني على الاشياء اللي يمكن تفيد المواطن. دابا الان ماشي ما كندويش على الاعلام عموما، بعض المنابر الاعلاميه الالكترونيه اللي الهدف ديالها هو الريع والربح كتستغل هذه العمليه هذه باش يمكن لها دير البوز ديالها وتدخل واحد شويه ديال الفلوس. وهي شوفي هاد النوع ديال هاد الاشاعات هادي فيه جوج، واحد كيكون يعني مقصود لواحد الهدف معين، وواحد كيكون غير جاه كوك اعتباطي لغايه ما. فاللي كيكون صعيب هو اللي كيكون مقصود من اجل واحد الهدف معين، يعني كيكون يا اما كيبغي يمسك انت ولا يمس العائله ديالك ولا يخرب لك البيت ديالك ولا هذا. هذه الاشاعه اللي شويه كتكون صعيبه. ودابا المشكل الناس كتيق دغيا، يعني الناس ما كتبحثش على مصدر الخبر، ما كتحاولش انها تسول ولا هذا، بمجرد ما كتحل التليفون كتسمع الخبر كيبارطاجي. هو هذه اشياء احنا واخدينها يعني ولات عندنا عاديه، ولكن اللي مؤسف هو انه ملك العائله ما نعطيك انا اخر خبر كان، والوالده ديالي جاب الله جاي عندها، يعني تصور يكون ما جيتش عندها وسمعت الخبر وهذا، يعني الوقع ديالها كان غادي يكون شويه. ولكن هاد الناس الله يهديهم مؤخرا قتلوا شحال من واحد وداروا ما عرفتش انا. دابا هاد الناس عوض باش دير البوز بالاشاعات الكاذبه والمغرضه، ديروا بخدمتك، ديروا بفنك بثقافتك، هنا فين نعرفك بانك راك مسؤول. ما باش ديروا باش دير البوز دير واحد مجموعه تدخل هذا على قبل راه فنان مات ولا هذا. راه كتشتي دابا الاشاعات ديال كورونا، شحال من فنان داروا بمريض كورونا وشحال من بلاطو فيه كورونا، وحتى حاجه من هادشي ما كاين. يا لا هذا موضوع ما نجاوبكش عليه، لان هذا موضوع نسيته ما تفكرينش فيه الله يستر عليك. انا هذا موضوع نسيته محيته من حياتي. لا ما اثر، شكون اثر كاع ما تلقايني جالس معك الله يستر عليك. كنقولوها وقالوها الناس اللي قبل منا وقالوها الناس اللي قبل من اللي قبل منا، فالرساله راها واضحه، وهو انه خاص واحد رد الاعتبار الفنان فيما يخص كرامته وموقفه الاجتماعي، فخاص واحد النظره اجتماعيه للفنان، خاصنا السوسيال. راه كاين فنانه كيعيشوا في ظروف يعني الله غالب، وعندهم كرامتهم وعندهم انفتهم وعزه النفس ديالهم، وما تيبغيوش يديروا اللي يقولوا ولا هذا. فهاد الناس هادو هما اللي خصنا نقلبوا عليهم، وفنانه حقيقيين ومعروفين، ولكن عندهم ما كيقدروش يهضروا. فخص الدوله تاخذ على عاتقها هذا الملف ديال الفن عموما، يعني واش باغيين يكون عندنا واحد الفن خصنا نقننوه. هو قانون الفنان كاين، واحد مجموعه ديال القوانين خرجت للوجود، ها البطاقه هذه، ولكن خاصها تحين على قدر الواقع.
ما محيناش. هذا المشكل ديال هو خصها تحين، يعني تحين وتفعل وتفعل. راه الى غير الجماعات حاولوا على انهم يطبقوا الرساله اللي كان جات وكان دار الحسن الثاني الله يرحمه ديال 1%، فكان على الاقل ما كناش غادي نوصلوا لهذا الشيء. ولكن الله غالب، يعني كاين بعض الناس اللي ما عندهمش هذا الهم الثقافي داخل في الاستراتيجيه ديال البرمجات ديالهم، داخل لا الجماعات ديالهم ولا المنهجيه ديالهم، حتى الاحزاب عموما كاينه واحد مجموعه ديال الاحزاب يعني ما واخداش على عاتقها هذه المساله الثقافيه انها خصها تنوض باش تدافع عليها. ايوا هذا مما لا شك فيه، ولكن هذا الفنان هذا حتى هو باش يحس على انه راه هذا. فانت كتشوفي دابا حتى كنسمعوا شي واحد مات عاد كنبداو نهضروا عليه وكنبداو نلوحوا تصاوروا وكنبداو نقولوا كذا وهذا 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 في حياته، ما لا مت كاع لا تهضر عليا. كنبغي نقول هو انني كنرحب بهم وكنتمنى لهم الله يبعد عليهم هذا الاذى بعد اولا، ونطلب من الله على ان هذه الجائحه هذه تدخل علينا سنه 2021 بواحد التغيير اللي هو اجتماعي وصحي، واللي نحاولوا ننسوا فيها هذا 2020، لان 2020 الله يحد الباس يعني كلها نكبات، ولان الجسم الفني انه يتكتل مع بعضياته والدولة تحاول على أنها تعاود تفكر فينا أكثر أكثر أكثر. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.